معنا إذا مشاهدينا الكرام لمزيد من شأن أوضاع حقوق الإنسان في العراق في اليوم العالمي لمتضرري الإخفاء القسري. معنا هاتفيا من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب دكتورة فاطمة العاني. مرحبا بكم دكتورة فاطمة. إذا في اليوم العالمي لمتضرري الإخفاء القسري، كيف ترين هذه الجريمة وهي جريمة تتعدى الشخص المباشر المتضرر إلى ذويه وأهله؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. يعني جريمة الإخفاء القسري هي من الجرائم المركبة والمستمرة في نفس الوقت، لأنه الأثر ليس فقط على الضحية نفسها كما تفضلت، بل على ذويه. الشخص غير معلوم، هل هو على قيد الحياة، هل هو متوفي، أين هو. يعني الكثير حقيقة من الأسئلة التي تطرح حول هذا الوضع المركب المعقد، وهو الإخفاء القسري، الجريمة التي يعني تمثل في الحقيقة يعني من أعقد الجرائم، يعني تمثل هي في حقيقتها نوع من أنواع التعذيب الذي يمارس ضد الضحية نفسها وضد أهلها. ولذلك في الحقيقة في هذا اليوم نحن لا نستذكر يعني هذه الجريمة، بل في الحقيقة نجدد المساندة لأهالي ضحايا جريمة الإخفاء القسري، لأنه في الحقيقة هم أعرف بألم هذه الجريمة وتأثيرها عليهم، وهو مستمر منذ أن يعني حدثت هذه الجريمة ضد أحد ذويهم. يعني مع استذكار إذا المتضررين في العالم للإخفاء القسري، إلى أي مدى ترين دكتورة فاطمة أن الجهود الحقوقية عموما قد أحدثت تقدما أو إحراجا للحكومة في هذا المجال؟ نعم بالتأكيد، يعني هناك تقدم الحقيقة، وأصبح هذا الملف ملف مفتوح، ولولا أن هذه الجريمة يعني قد وصلت يعني صداها إلى أرجاء الأمم المتحدة، وفي الحقيقة عبر المطالبات من كثير من المنظمات غير الحكومية بالتحرك الدولي، لما أصلا حتى زار عدد من أعضاء اللجنة المعنية بالأشخاص المخفيين قسريا إلى العراق العام الماضي، وكذلك زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، كذلك زيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان الذي أكد على ضرورة أن يعني يسارع في يعني تشريع قانون الإخفاء القسري الذي أصبح الآن يعني يعاني من الإهمال بسبب هذه الحكومة. إذا هناك في الحقيقة تحرك دولي، وهناك ضغوطات، وهناك تقارير دورية، وهناك يعني مهل تعطى إلى الحكومة من أجل أن تجيب على كل ما يعني تواجه من أسئلة ومن حوارات أثناء الحوارات مع الأمم المتحدة بخصوص هذه الجريمة، خاصة وأن الشكاوى بالحقيقة، وهذا يشكل يعني نقطة يعني مهمة، الشكاوى المقدمة للأمم المتحدة تفوق العدد الشكاوى التي مسجلة لدى الحكومة العراقية كما باعتراف الحكومة العراقية. يعني بالنسبة للأعداد الرقم كبير، يعني في حين تقدر اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن عدد المغيبين بنحو 1 مليون شخص، لكن الحكومة هنا لا تقدم أي أرقام حقيقية، الحكومة الحالية في العراق، للمغيبين قسرا. كيف تفسرين ذلك دكتورة؟ هذا واضح معروف جيدا، وهذا الكثير حتى أن في الزيارة الأخيرة يعني، وهذا في الحقيقة يعني نقطة عار في جبين هذه الحكومات، قد يعني تعرض الأهالي للابتزاز من أجل أن لا يعني والصعوبات من أجل أن يقابلوا الأمم المتحدة اللجنة المعنية بالإخفاء القسري. ولذلك في الحقيقة الموضوع أن الحكومة يعني لا، الأهالي ليست لهم ثقة بهذه الحكومة ومن ثقتها من الحكومات، خاصة وأن حتى هنا هناك حالات مسجلة لدى الأمم المتحدة وتعرض ذويها إلى الإرهاب من قبل السلطات، ويتعرضون للتهديدات، ويتعرضون لعمليات يعني إغفال لحقوقهم ومحاولة سلب حقوقهم
من أجل أن لا يتكلموا وأن لا يتحركوا باتجاه تقديم شكاوي في هذا الموضوع. الكثير من الحقيقة من يعني الأهالي بمجرد أن يقوموا بالخطوة الأولى وهي تقديم شكوى لدى مراكز الشرطة أو غيرها من أجل أن يبحثوا عن مصير ذويهم، يتعرضون للتهديد بصورة مباشرة مما يؤدي إلى إيقاف سير معاملاتهم ويتم يعني طمر القضية. لذلك أصبحت الآن الأهالي تتجه للمنظمات غير الحكومية من أجل إيصال صوتها إلى الأمم المتحدة من أجل أن تتحرك الأمم المتحدة. إضافة إلى ذلك فقانون وتشريع قانون الإخفاء القسري الذي تتحجج الحكومة في الدورة الأخيرة أن الدورة النيابية قد انتهت وتم تأجيله إلى الدورة القادمة، وهكذا تستمر المماطلات الحقيقة دون هناك أسباب واقعية يعني تجعل يعني سواء الأمم المتحدة أو سواء المنظمات التي توثق لهذه العمليات مقتنعة بأن هناك في الحقيقة أسباب حقيقة تمنع هذه الحكومة من أجل تشريع هذه القوانين، بل هي مجرد مماطلات من أجل التغطية على من يقومون بهذه الجرائم وهي طريقة جديدة للإفلات من العقاب. هل من هذه الأسباب الدور الذي تؤديه الأذرع العسكرية للأحزاب من ميليشيات تعمل على الأرض، هذا سبب ربما في تفاقم هذه الأزمة واستمرارها؟ نعم بالتأكيد، وخاصة في هذا الوقت بعد أن تسلطت هذه الميليشيات وأصبحت متفشية في مفاصل الدولة بصورة علنية، أصبح يعني من الصعوبة أكثر أن يتم يعني اتخاذ خطوة في يعني الوصول إلى مصير هؤلاء المخفيين قسريا. المعروف جيدا أن هي هذه الحكومة والميليشيات هم الطرف المسؤول عن عمليات الإخفاء القسري، وهي جريمة الإخفاء القسري بتعريفها هي جريمة إخفاء أشخاص على يد أشخاص تابعين للحكومة. فكيف يمكن لهذه الحكومة بأحزابها بميليشياتها بقواتها أن تفضح نفسها وتقوم بالتحقيق وفضح المجرمين الذين قاموا بهذه الجريمة؟ في الحقيقة يعني العكس هو الذي يعني تقوم به هذه الحكومة وميليشياتها، تقوم بالمماطلة من أجل كسب المزيد من الوقت ومحاولة يعني دثر هذه الجريمة وعدم الوصول إلى حقيقة ما وقع لهؤلاء الذين يعانون من الإخفاء القسري وضحاياه وأهليهم. الدكتورة فاطمة العاني من لندن، إذن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، شكرا جزيلا لك.